بشرفك ابو عمر مخسره من جوي. واحلى بتشي. نقم وصلنا بالطريق. بس لا يطلع لنا شيء حسن. مرش مرش. هذا الثلج. صوت حيوان؟ لا هذا يمكن مال راسي ثلج. صوت حيوان. الله يتعشى بينا وربي سوينا تكة وكباب ثلج. هذا سيد حسن اول مره يزن ثلج مو؟ عاد الظهر هذا اي مو ساك هذا ضاربه هواء بس هنا شوي با هذا جاي يدخل. بشرفك ابو عمر مخسره من جوي على موتشينو ايش قد؟ شويه تعب ونص ساعه صار لنا زياده. والله والله هاي المغامره الحلوه تسوى بلبل جبان خساره مع عبد الله ما اجى عبودي اي بهالثلج هاي بهالاجواء الحلوه. زين تعال تصور هاي ثلج هنا هاي الوادي هنا بالنص. هاك صور حسن صورنا يا يا بي. هناك هاي هنا بنص الوادي كلها ثلوج مع العلب. الجو حار وكله مايع ولا هو شان اكثر. واحلى بتشي لك باردة ثلج نوب نوب من الحار الصعود عفنا قما وصلنا بالطريق ما ندري ايش راح يصير باردة هنا. شوفنا باردة اكثر من لك حسن بارد بارد والله هسه من نرجع لهم راح يقولون يا امشي نصعد. نكت نفسك نكت نفسك شفقة دوما كسر يطب لك بش اسمه تنب. والله طب هاي المغامرة احلى بيرة مقرون بس لا يطلع لنا شيء حسن. والله هو كل شيء اتوقع احنا عندك انا الحياه خوفتني قمت امشي ما اقدر اقعد بس تنطر بعد تجي لها بعد شهر شهرين هنا شهر او اسبوعين احتمال اسبوع كل هذا يمني حتى الطريق صعدنا ما نقدر نصعد هذا هنا هيك يصير يعني يصعد نص متر. من قبل سنتين جيت كان الجو كان هيك الجو ايه سلسلين وشمس وكله مايع فباقي بس هاي ورا الجبل تصعد يلا شوف هذا الثلج يعني هنا الشمس ما يوصل. مرش مرش صورة 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 طايرة بالجو. هذا الثلج حياة هاي اثار احد الحيوانات عندنا فني شوية حسن والله شغلة تخوف. هاي بالوادي شو اسمه هو هذا شو اسمه المصيف؟ بيرا مقرون. بيرا مقرون هاي بالقمة. هاي الحفر مال الحياة شفتين؟ دق دق. هاي هاي بس ظهر ظهر الجبل صارنا ساعة صعدنا على مود نشوف الثلج. هذا أحلى ثلج. هاي هنا بعد. اقول لك نزلهم ثلج مش على المناصل مايع هاي صفه
طبعا علم الحسن ولا حسن قارب صوت يلا اخوي نحل على بيزك لك وين الثلاث لك بالبول وين عبود شوف شوف هذا الفيل شو وينه قال عبود شوفها هذا التعب مو يسوى حسين لك والله عمره خساره ما يجي زين